إذن اليوم في استاد في نادي أمل تيزنيت الشطرنج فعاليات بطولة وطنية للقسم الوطني أندية القسم الوطني الثاني شطر جنوب. فالمرحلة ديالها الأولى يعني باستضافة الجولتين الأولى والثانية يوم السبت 8 مارس 2014، وغدا إن شاء الله غتكون الجولة الثانية مع العشرة الصباح في الفضاء التربوي التثقيفي والمتحفي للمقاومة وجيش التحرير بمدينة تيزنيت. الإشارة خصنا نشكره واحد الشكل كبير السيد المندوب اللي ساعدنا كثير على استضافة هذه البطولة في الفضاءات ديال هذا المركب. الأندية المشاركة بالطبع كاين 8 ديال الأندية في القسم الوطني الثاني شطر الجنوب، سواء بالباقي العصاب الجهوية الأربعة في المغرب. المسألة اللي كتميز بها هذه البطولة هو أنها البداية ديال الموسم الرياضي 2013-2014، وهو أول نشاط غادي تنظم كيندارج في إطار البرنامج ديال الرسمي ديال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. الأغلبية ديال الأندية في الأقسام الأخرى أو في الأشطر الأخرى طلبوا من اللجنة التقنية أو من الأجهزة ديال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بالتأجيل ديال هذا نظرا لعدم تمكن بعض الأندية من استضافة المراحل ديال هذه البطولة. الغالبية ديالها كيكون ثلاثة المراحل، هذا فيها سبعة ديال الجولات، يعني طريقة الكل ضد الكل. الأمور الآن غادية مزيانة بالنسبة لتيزنيت، إلا أنه كاين واحد المسألة للأسف، عدم تمكن جوج ديال الأندية اللي هما نادي الرابع من مراكش ونادي الفرس العبدي من الوصول في الوقت المحدد لانطلاق هذه البطولة. نادي الرابع المراكشي أكد عدم مشاركته في هذه البطولة. نادي الفرس العبدي ربما يجيو اليوم في واحد الوقت متأخر من الليل أو يوصلوا غدا. على أي الآن انطلقت المقابلة أو المباريات الأولى ديال الجولة الأولى. التحكيم في هذه البطولة أخذها الحكم الوطني السي الحاج أشتوك. مندوبة المقابلات هي السيدة نزهة بسم الله رئيسة نادي أولمبيك نشيرة. ما يمكن نقول على هذه البطولة هذه أنه بداية ديال موسم رسمي 2013-2014 اللي انطلق من مدينة تيزنيت، ونتمنى التوفيق لباقي البطولات الرسمية وتوفيق لكافة الأندية المشاركة. بالتأكيد أن هذا غادي يعطي دفعة قوية عند نادي أمل تيزنيت للشطرنج في المجال ديال التنظيم، وحتى في المجال ديال رفع المستوى من القمة بالاحتكاك ديالو مع أندية قوية مثل الكوكب مراكشي والنادي ديال موغادور صويرة والنادي ديال تيرودانت وأندية أخرى، نادي اليوسفية هو من الأندية القوية. الصعود سيكون القسم الوطني الأول كيدور في النادي اللي محتل المرتبة الأولى، والنادي اللي محتل المرتبة الثانية غادي يلعب مباراة السد من أجل الصعود للقسم الأول. كنتمناو أننا احنا نكونوا ضمن هذه الأندية هذو اللي يكون عندهم حظ في الصعود إن شاء الله للقسم الوطني الأول. كنعرفوا تقنيا أنه الآن يصعب على نادي أمل تيزنيت، ولكن مستقبلا ممكن أننا نوصلوا ونشرفوا التمثيل ديال مدينة تيزنيت على المستوى الوطني ولما لا على مستويات أعلى. شكرا.